بيان بمجرد ما تم استجابة الإنسانية لفخامة الرئيس لاستغاثتها، تم توجيه بتعليمات من معالي وزير الصحة بتوفير كافة سبل الرعاية الطبية ليها، وعلى الفور احنا جهزنا فريق طبي ليها من الأمراض الجلدية والمناعية والأطفال والبطنة، وهي لسه واصلة دلوقتي. فاحنا دلوقتي الأطباء بيقيموها عشان نبدأ معها الخطة العلاجية بتاعتها، نسحب فحوصاتها ولو في عينات هتتاخد ليها أو حاجة زي كده، لأن هي جاية بدون أي تقارير طبية يعني. فهناخد فحوصات معملية كاملة ليها، واحتمال يتاخد عينة من الجلد عشان تتحلل علشان يتحدد نوع المرض ونبدأ العلاج معاها يعني. المرض جاها بعد عمر سنة، وهلأ له 6 سنوات فيها معها، هي عمرها هلقيت 7 سنوات، فله 6 سنوات معها. تم تشخيصها في غزة صدفية وأكزيما وطفح جلدي مرة هيك في كل موعد من السنة، بيجيها 3 شهور في السنة أو 4 شهور، 7 8 9، أحيانا بعدي على 10، ما بتتحسنش خالص فيه، بطيب بعد 10، بروح نهائي، برجع جسمها ولا كأنه كان في حاجة. كتبت منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتمت الاستجابة عليها من قبل فخامة الرئيس السيسي يعني بسرعة مش طبيعية، فأنا تفاجأت بصراحة من هذا الموضوع وهذه الاستجابة السريعة، فطبعا يعني أنا بأشكره جزيل الشكر.